حضرتك قريبا قلت كلمة ما بخافش، واللي يقول يوم 30 يونيو ويوم 3 يوليو واللي يخرج ويقف أكيد هو ما بيخافش. إيه اللي كان مفروض أن الإنسان يبقى خايف منه في ذلك الوقت وحضرتك ما خفتش؟ وإيه اللي النهاردة حضرتك كنت متوقع أن الناس هم شايفينك أنك هتخاف منه لكن برضو بتقول لهم ما بخافش؟ أنا في 30 يونيو وقبلها، مش بس عشان بس نبقى الأمور تبقى في نصابها، الموضوع ما بداش أبدا في 30 يونيو، الموضوع بدأ قبل كده بكتير. ومهم قوي إن إحنا كلنا نفتكر كويس قوي إن إحنا حاولنا الإصلاح وحاولنا إن إحنا نوجد صيغة للتفاهم مش بين القوات المسلحة وبين الدولة أو في نظام الحكم في الوقت ده، لا، بين الدولة وبين المجتمع ككل. حاولنا نصلح ده واستدعينا نفسينا. أيه. وده نقطة في منتهى الأهمية، احنا كنا ممكن ملناش دعوة نجعل بالموضوع ده خالص وده ما حصلش، وده أمر إحساسنا بالمسؤولية وإحساسنا بالخطر وحبنا لأهلنا وحبنا لشعبنا اللي احنا جايين منه ان ما يحصلش فيه مشكله كبيره، دي هو اللي دفعنا لكده. ما كانش فيه خوف غير على الشعب المصري، ما كانش فيه خوف غير على ان يسقط والدوله تسقط في حرب اهليه لا اول لها ولا نهايه. واحنا من حكمه ربنا ان احنا شايفين الدول اللي بتدخل المازق ده بيحصل فيها ايه، يعني انا بعتبر ده يعني رسالة لينا ان احنا نخلي بالنا، وده اللي كنت انا قلقان منه ساعتها، ان انا طب لو حصل الصراع ده هنعمل ايه. لكن على المستوى الشخصي الخوف ما كانش موجود، مش من باب الاندفاع والتهور، لكن من باب المسؤولية تجاه قسم أنا أقسمته كوزير للدفاع للحفاظ على أمن وأمان الدولة بما فيها الشعب المصري. القسم مسؤوليته كده أكيد. طب حضرتك ما بخافش بعدها بثلاث سنين في 2016 كانت موجهة لمين؟